السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عايز تحط الموديل بتاعك على الموقع، يعني انت عامل موديل اهو بيم وعايز ترفعه على الموقع، في مواقع كتير جدا بتقدم الخدمة دي. دلوقتي هنشوف موقع اسمه ديولو دوت اي او. كل اللي انا اعمله بعد ما برفع الموديل بتاعي، ممكن اجي هنا واقول له شير، واقول له شير هنا، هيبدأ بقى يقول لي ايه انت عايز تعمل شير لايه، تمام، ومديني اللينك اللي انا اقدر احطه، بيقول لك عايز تخليه لمدة يوم يومين ثلاثة على طول زي ما انت عايز. اكتب الايميل اللي انت عايز تبعت له، وبعد كده بيقول لك شير سكرين كارنت فيو ولا فيرست كومنت. طيب فيرست كومنت كارت ممكن اوكي. لو في ووك ثرو هايد كوماند ديتيل هايد تولز، تخفي الادوات ولا لا. طيب ممكن تاخد اللينك ده مثلا اهوت، واقول له روح على الصفحه ديت، دي اللي انت هتشارها مع الناس بحيث ان هم يشوفوا الشغل بتاعك، وبيقول لك تعمل روتيت ازاي وبان ازاي وبوينت وكل الكلام دوت، تمام. فتقدر تغير الابيرنس لو انت عايز تغير الشكل بتاعها، تقدر تشوف لو في اي كومنتات، دي انت بتشير الشغل مع الناس. يعني هنا لو في وكسرو تبدأ تعرض الوكس رو بالشكل دوت. الوكس رو ده احنا عملناه في فيديو سابق على قناة بيم اربيع. وممكن تشوف بقى التولز زي الزوم، وان انت تقيس، وان انت تاخد سيكشن والحاجات دي كلها، تمام. ممكن تقول له انا عايز اخد سيكشن مثلا، فتبدأ تحدد اتجاه السيكشن وهكذا. طيب وهنا ده الهوت كي بيبدأ يقول لك بقى ايه زرار الاستخدام. طيب في حاجة ثانية ممكن اقول له شير واقول له امبيدد، تمام، وتدخل في الاوبشن، نفس الاوبشن تقريبا اللي هناك، اوت ستارت شو وكس رو. كل واحدة من دول بتغير لك الرموز ديت. طب خلينا ناخد الرموز دي واروح للموقع واقول له رايت. لو انا اخدتها وحطيتها في الصفحة مش هتشتغل معايا، هعتبرها ان هو كلام عادي. طيب انا عايزه يبدأ يحس بيها، فاقول له بلس واقول له ان انا عايز HTML اهوت. حطيت له ال HTML، هقول له بريفيو، فهيبدأ يورهولي اهو. تقدر تخش جوه المبنى اهوت، تقدر تعمل زوم عليه اهو، تقدر تشوف ال appearance، تقدر تشوف الوكس رو برضو، تقدر تشوف لو في اي كومنتات انت عايزها. تولز تقدر تقيس، تقدر تاخد سيكشن، تقدر تعمل زوم اند بان زي ما انت عايز. فكل الادوات ديت مجاني. طبعا لو انت عندك نسخه بفلوس هيديك امكانيات احسن، زي ان الصفحه اللي هي بتتعمل لك دي تفضل موجوده معاك مش يوم او يومين وتقف.